السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد جنيد مدرس رياضيات من ثانوية كفر كرمين. أقمنا اليوم كباقي المدارس وقفة احتجاجية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بحلب الحرة للمطالبة بحقوقنا، وهي منحة للمعلمين في الصيف. المعلمين في كل أنحاء العالم يعني يتقاضون راتب صيفا شتاء. نحن نطالب بحقوقنا ونطالب الداعمين جزاهم الله خيرا بإعادة النظر، وذلك عن طريق إعطاء المنحة في الصيف، لأن المعلم ليس لديه أي عمل ثاني، مهنته الأساسية التعليم. يعني إذا انتهى التعليم في عنده بالصيف عندك أربعة أشهر هو ما بيحسن يشتغل شغلة إلا التعليم. فإذا ما كان في نادي صيفي مثلا أو راتب، فهذا المعلم كان الله في عونه، لأنه رواتب الشتاء لا تكفيه ديون الصيف. طبعا الأمر المادي ينعكس سلبا وإيجابا على التعليم حسب المدرس. إذا كان المدرس مرتاح في الأمور المادية راح ينعكس إيجابيا على التعليم. نطالب الداعمين بإعادة النظر وإعادة المنحة الصيفية للمدرسين، لأنه 5000 معلم بدون منحة صيفية كارثة إنسانية يعني. وجزاكم الله خيرا.